خير؟ ايه خير؟ ايه اللعبكه دي كلها؟ عندي بكره امتحان على كفاية حسيبة ومش فاهمه اي حاجه ضايعه. ربنا يوفقك، شد حيلك في المذاكره، شد حيلك، ركزي. ايه شدي حيلك؟ انت مش هتساعدني؟ انت جاي عشان هنا عشان اساعدك؟ امال هقعد هنا طب ليه؟ ولقمه العيش هنعمل ايه؟ لقمه معلش رقدتين يعني معلش معلش. اتفضلي هنا. بص هقول لك انا عارفه ايه وانت بقى يعني زود لي وقول لي كده. زود لي؟ ماشي قولي. ماشي بص انا اللي انا فاهماه هما في ناس وهم لصوص جم من عند سينا دخلوا عندنا مصر وكانوا اقوياء قوي لان هم اول ناس عملوا العربه اللي هي العربيه الحربيه. صح. كانوا اول ناس عملوها. فجم دخلوا من عندنا دخلوا عند سينا وبعدين نزلوا عند الدلتا وبعدين نزلوا خالص عند طيبه ووصلوا هنا ما عرفوش يكملوا لان كان مصر الحته تحت دي خالص صعبه قوي ان هم يدخلوها. طيبه دي اللي هي ايه بقى؟ ما تكسفنيش. الاقصر. الاقصر رحناها السنه اللي فاتت تفتكر؟ طيبه هي الاقصر. ماشي اوكي. وبعدين؟ وبعدين العائلات اللي هما المصريه فضلوا الاسر حاولوا يحاولوا 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 يهزموهم ما عرفوش لحد ما جت العيله ال17 الاسره ال17 بتاعه سكن الرعاه. بس فجي سكن الرعاه اللي هو من الاسره ال17 وحاول ان هما يهزمهم بس فشل لان كان مصر ساعتها مش معاها نفس الادوات اللي عندهم وكانها اقل شويه. كنا مفككين يعني كان مفيش سيطرة كاملة على كل الأقاليم المصرية وما دخلوا في فترة ضعف في الأسرة المصرية القديمة. بس وبعدين جه ابنه كاموس الكبير وحاول برضه بس بعديها اتأثر برضه مسكوه رهينة وقتلوه. لا كاموس ما مسكوش رهينة، كاموس كان بيحارب وبعدين في واحد من الأسرة اللي هو مسكهم ضربه بسكينة فموته. موته قوي. غلطة. ماشي وبعدين جه بقى أحمس عنده 25 سنة ومامته تيتي تشيري كانت بتشجعه جامد قوي وكانت مامته اللي هي مرات الملك اللي مات. صح كانت مقصرة معاه قوي هي اللي شجعته جامد قوي ان هو يهزمهم وقام عمل هو عربية حربية جديدة بدل التحت القديمة بتاعت الهكسوس كانت من تحت خشب وهما ماشيين بتتهز جامد قوي مش عارفين يعملوا أي حاجة لأن في هز جامد طبعا فهو عملها جلد من تحت بقى هما ماشيين على حاجة بقت الجلد عامل كده فهم بيعرفوا يحاربوا على طول زي مساعدين العربية بالظبط بتمتص الصدمات فاحنا طورنا وبدل ما يبقى في ثلاثة قاعدين على العربة الحربية بقى في واحد بيسوق واحد تاني بيضرب وبيدافع خففنا ليه بقى تعرفي؟ عشان ما كانش عندنا حصنة مصر ما فيهاش حصنة طول عمرها فعشان كده كنا عايزين نقلل عدد الحصنة فالعربية بتاعته كان بيسوق حصانين وثلاثة احنا بقى عندنا واحد فلازم نخفف يعني الحاجه ام الاختراع دايما يعني والشطره تغزل برجل حمار برجل حمار بالظبط كملي ماشي فعملها وبالفعل قدر يهزم الهكسوس صح بس مشكلته بقى كبيره ان هو كان بيحب بنت ملك الهكسوس او قائد الهكسوس بس ده مش حقيقه اوكي نيه. يعني بصي العمليات الدراميه كلها اي كلام بيتعمل في الروايه بيبقى دايما في صنعه بتاعه الروايه فنجيب محفوظ هنا خد الفكره بتاعه انه صعوبه الحب إنه البني آدم يحب بنت العدو بتاعه دي موجودة في روميو جولييت هتلاقيها موجودة كتير والجن أكشلي مش كليشيه ده هو ده طبيعة الحياة هو ده اللي بيخلي الأحداث تسخن بشكل كبير وطبعا الرواية ليها الحق تعمل ده تماما براحة اللي بيكتب تماما مفيش مشكلة اللعبة كلها إنه كتاريخ لا هو أحمس يعني ما عملش كده بس حلو لذيذ الكتاب أنت قاريها كويس جدا على فكرة زي الفل وبعدين إيه اللي حصل؟ بس يا حاج لا حاج استنى ده أنا من هنا بدأت الأسرة ال 18 المصرية هي أعظم أسرة في تاريخ الحياة الفرعونية كلها في طبعا ملوك مهمين جدا زي مثلا رمسيس الرعامسة مثلا أسرة 19 في حتشبسوت في حاجات كتيرة مهمة جدا ولكن هو أحمس هو التاريخ كان عامل كده بعد كده بعمل كده يعني خد منحة تاني خالص فمن هنا بدأت الأسرة 18 وهتلاقي أثار أحمس موجودة في المتحف المصري كمان عنده قلادة فيها الدبور فيها ثلاثة دبور كده ده معناه أنه قوة كمان في ناس بيسموها الدبانة وفي ناس بيسموها الدبور بس هو ده معناه انه قائد يقدر يروح من المعركة مهما بعد يقدر يرجع تاني زي زن الدبور بيزن على خراب عيشه مثلا يعني وهتلاقي السيف بتاع كاموس اخوه موجود وهتلاقي حاجات كتير قوي متشالة وبعض الحاجات من الام وطبعا مامته دي اللي هي اياح حتب اللي هي المصريين غنوا لها وحوي وحوي اياح في رمضان بعد كده يعني اياح حتب دي كانت الاغنية اللي بيغنوها لما بيشوفوها جاية لان ابنها
أحمس قاهر الهكسوس، أهم قائد حربي في تاريخ الحياة المصرية. عشان كده نجيب محفوظ عمل مشروع أنه عايز يكتب روايات مصرية قديمة كلها بتدور في مصر القديمة، فكتب بقى حاجة زي مثلا أدوبيس وكفاح طيبة وحاجات تانية عشان يجسد الحياة دي. بس بعد 4-5 روايات لأن الحياة التانية اللي بدأت فترة الأربعينات والخمسينات خدته ناحية الواقعية أنه يكتب حاجات عصرية أكتر، فأعتقد أنه زي أو حس أنه إدى كتير قوي في الحتة دي وجرب، عايز يجرب حاجة تانية. بس دي من أعظم حاجاته. فهمنا كده كفاح طيبة؟ فهمنا. أنا نفسي أعملها فيلم على فكرة، عايز منتج بس كده جريء وتطلع حاجة عالمية. بكرة بقى العربة الحربية وتدخلي على الممر بتاع المدرسة كده على الامتحانات وتبقى حودة يمين على تالت تقاري اللجنة كلها. ماشي، مالكيش حجة. ماشي، ألبس الساعة واشتغل بقى نشوف لقمة عيشنا. يا ريت. اتفضلي، اتكلي على الله عشان أنا تعطلتي.